ثمانية قرون من حكم المسلمين للهند انتهت بعزل الإنجليز للسلطان بهادر شاه آخر الملوك المسلمين هناك. إليك القصة كاملة. بدأ انتشار الإسلام في الهند عبر التجارة، دخل المسلمون البلاد وبنوا المساجد ومارسوا طقوسهم، ومع توسع الدولة الإسلامية إلى حدود الهند تزايدت رغبة المسلمين بفتحها. في عهد الأمويين فتح القائد محمد بن القاسم بلاد السند، فدخل الإسلام إلى شبه الجزيرة الهندية دون أن يتوغل إلى القلب الهندي. وفي العصر العباسي اتخذت الدولة الإسلامية الجديدة موقعها في مواجهة بلاد الهند، فدخل الإسلام وسط صراعات شبه القارة الهندية. ومع قدوم تيمور لانك داهم مملكة دلهي ودمرها بالكامل، وبقي المسلمون في حالة كر وفر حتى جاء السلطان محمد بابر شاه من أفغانستان إلى الهند، حيث أعلن قيام دولة المغول الإسلامية التي استمرت حتى 1274 للهجرة، وتعاقب على حكمها 18 سلطانا. مر على تلك الدولة زمن ضعف غلبت فيه مصالح الحكام الشخصية، فانتهز نادر شاه حاكم إيران الفرصة، زحف إليها ودمر دلهي عاصمة الدولة الإسلامية، ثم عاد إلى بلاده بغنائم هائلة. في 1254 للهجرة تولى الحكم بهادر شاه الثاني آخر ملوك المغول المسلمين. في عهده سيطر الإنجليز على البلاد وفرضوا نفوذهم على سلاطين الهند، حتى ثار بوجههم المسلمون والهندوس بقيادة بهادر شاه، لكن الثورة أخمدت واعتقل قائدها. نفي السلطان بهادر إلى الخارج، وسقطت دولة المغول الإسلامية لتتحول الهند إلى مستعمرة بريطانية. عزف الإنجليز على وتر الطائفية والمناطقية، ثم حاربوا المسلمين بنفي سلاطينهم وتمزيق وحدتهم ومنعهم من المناصب الحكومية، متبعين سياسة التجهيل ونشر التخلف والمرض. في المقابل قربوا الهندوس والسيخ من مفاصل الدولة، وهدموا المساجد وصادروا الأملاك والأوقاف. ومع انقسام شبه القارة الهندية نشطت هجرة المثقفين المسلمين وأصحاب الشأن إلى باكستان، واختلت بنية المسلمين الاجتماعية في الهند.